لتعجيل فرج إمام زماننا، ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا جعفر، يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا في صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وبحمد الله على ما نرى البعض تأثر بهذا الكلام، هذه بادرة طيبة. المؤمن وخاصة بعد ليالي القدر، بعد أن أخذ الشحنة المعنوية الكافية، بعد أن من الله عز وجل عليه بالإقبال، يحاول أن يبني في وجوده بناء جديدا في عالم الهندسة، في عالم المباني. نعم، من بنى بناءه البناء الأصلي، يقولون البناء تم رغم أن البناء لم يتم. التأثيث والتزيين هذا أمر هين، المهم أن نؤسس أصل البناء. إذا ارتفع البناء في هيكله الأسود كما يقولون، البناء تقريبا في طريق الكمال. في شهر رمضان المبارك الإنسان يبني أساس بنيانه الداخلي من شهر شوال، وبعد ذلك يزين هذا البناء المبني. إذا في ضيافة الله لم يبني بناء فمتى يبني؟ على كل، أتمنى من الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا لإتمام هذا البناء. الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، قياسا صحيحا نقول أيضا الشقي من لم يقم له بنيان هي حالتهم عند الإنفاق. إخواني، لو أن أحدنا استوعب هذه الحقيقة تماما بأنه عبد لله، ما معنى العبودية؟ أولا، رب العالمين كان ولم يكن هو. بني آدم خلق من نطفة أمشاج لم يكن شيئا مذكورا، إذن لم يكن شيئا في عالم الوجود، في عالم الأرواح، في عالم الأجنة. كان نطفة، نعم، قذرة، ثم من مضغة رب العالمين كسى عظامه لحما، أخرجه طفلا لا يعلم شيئا إلى أن وصل إلى ما وصل. إذن قبل أن يخلق، حين خلق، بعد أن ولد، كان مفتقرا إلى الله عز وجل. والعبودية جوهرها الافتقار، كنهها الافتقار. حتى في عالم عبيد الدنيا اليوم لا نرى عبيدا، فيما مضى من الأيام العبد لا يقدر على شيء كما يقول القرآن الكريم، يباع ويشترى ليس له من الأمر شيء. إذن الإنسان إذا استشعر هذه الحقيقة أنه عبد كان ولا زال وسيكون عبدا، يأتي يوم القيامة عبدا داخرا. وأني وقفة صغيرة عند هذه الحقيقة، كلنا عبيد واقعا، ولكن الاعتراف بالعبودية متى يتم واضحا؟ في عرصات القيامة، كلنا نأتي الرحمن عبدا.
عبوديتنا في الدنيا عبودية واقعية، البعض يستشعر هذه العبودية، ولكن كل الخلائق يوم القيامة يعيشون هذه الحالة، حالة التذلل إلى درجة يتمنى أن يتكلم مع الله عز وجل كلاما يدعو دعاء يأتي النداء اخسأوا فيها. طبعا البعض في دار الدنيا رب العالمين يرحب بالداعين، ولكن في ذلك اليوم ليس لا يرحب، وإنما يزجر الداعين في نار جهنم. إذن أهل النار اتفاقا من كبار العباد. إذن إخواني، من استشعر حقيقة العبودية عندما يدخل السوق ماذا حاله؟ كلامنا اليوم في الإنفاق، في آية عباد الرحمن في سورة الفرقان، المواصفات متنوعة، ساعة يبيتون صفتهم في الليل، ساعة يمشون على الأرض هونا معاشرتهم مع العباد، وتارة معاملتهم في الأسواق. عندما يريد أن يشتري شيئا، أولا لا يشتري ما يشتهي، لا يشتري ما يشتهي، انظر إلى الرجحان في عملية الشراء. إنسان له دابة تنقله من مكان إلى مكان، لماذا تشتري دابة جديدة بأغلى الأثمان وأنت لست بحاجة إليها؟ تقول يا فلان لما نوعت هذه الدابة، اشتريت أخرى؟ يقول هذه السيارة، هذه الدابة بللتها، منظر مألوف، من سنوات أريد أن أجدد، ومن أذن لك بذلك؟ على كل، في دار الدنيا الأمر ينتهي، الأمر ينقضي، ولكن يوم القيامة ماذا تجيب رب العالمين؟ أحد المؤمنين له حالة طيبة، وأنتم أيضا تعلموا هذه الحالة، أقول تعلم الآن، عملت أو لم تعمل، كلما أراد أن يشتري شيئا يقول لزوجته، لنفسه، يا فلانة إذا اشتريت هذه السلعة، إذا سئلت يوم القيامة لما اشتريت، ما هو الجواب؟ كل شراء في دار الدنيا، كل إنفاق كما يعبر عنه هذه الأيام، كل فاتورة تقبضها يوم القيامة تقف ليقال لماذا أنفقت من مالنا في شراء هذه السلعة؟ المال من؟ المال مال الله. من أنت ومن أنا؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا الموظف الذي يعمل في المصارف، أنا كثيرا ما أضرب المثال بهذا الموظف، موظف تصريف الأموال، يصرف الصكوك، لو أعطي في الصباح الملايين له الحق أن يجعلها في جيبه ويذهب إلى السوق. أنت موظف، أنت خائن، لأنك تصرفت بالأموال التي أؤتمنت عليها، هكذا في المصارف. الدنيا مصرف، الدنيا مصرف كبير، وأنت موظف في هذا المصرف. المال الذي أتاك، سواء أتاك مجانا كالإرث، أو أتاك كالهدية مجانا، أو حتى ما كسبته من كد يمينك وعرق جبينك، لا فرق، المال مال الله. سواء جاءك المال هبة إرثا أو كدا وكسبا، المال مال الله، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن إخواني، من آثار العبودية، كلامنا في عباد الرحمن ما خرجنا عن الموضوع،
عبودية الرحمن ليست بالمشاعر أن تلهج في جوف الليل بمناجاة المحبين مثلا، هذا مظهر لا شك، أن تكون ساجدا وقائما هذا مظهر، أن تكون متواضعا هذا مظهر، وهكذا في عملية الإنفاق. إذن أولا لا تنفق، لا تشتري ما تشتهي. حتى في عالم الطعام البعض منا يذهب إلى بعض المطاعم، وخاصة إذا كان في شهر رمضان المبارك، يظن أنه سيلتهم الموائد، يشتري أنواع الطعام ساعة الإفطار، يأكل حبتين ثلاث من التمر، شرب من الماء، ويقوم وهو شبعان. إذن لماذا اشتريت ما اشتهيت؟ نعم، حرصا وطمعا. وبالمناسبة البعض منا في شهر رمضان يدعو إخوانه للمائدة، يقول شهر رمضان شهر البركات، شهر الخيرات، يتفنن في الطعام. لا بأس في أوله، النية جيدة، العمل الصحيح، ولكن ماذا يجري بعد الإفطار؟ رأينا في بعض البيوت ممن لا يعيش حقيقة عبودية الرحمن، هذا الطعام الزائد يتورط به، ماذا يصنع؟ رأيت البعض أمامنا، أنا عندما أنظر إلى هذا المنظر هكذا أطرق برأسي إلى الأرض لئلا أرى ما يجري، لأنني أخاف من شبهة الدين، ووقعت في حرمة المسرفين. هكذا العاقل. حتى في أيام عزاء أهل البيت لا مجاملة في البين، الكلام الكلام، تقيم عزاء أهل البيت، تمد المائدة، ثم أيضا تعمل هذا العمل، هذا الطعام، ترميه في المزابل، أي أجر هذا؟ المؤمن إذا استشعر، قلنا هذه الحقيقة، حقيقة عباد الرحمن، منضبط في كل أنواع سلوكه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. إذن المسرف المبذر، الآن ما الفرق بين المسرف والمبذر؟ قد يقال هكذا، المسرف الذي ينفق المال أصله في محله ولكنه يتجاوز الحد، كإفطار الصائمين، إفطار الصائم من أعظم القربات، ولكن إن عملت ما قلت آنفا، نوعت أنواع الطعام، صنعت زيادة عن اللازم، دعوت للمنزل مؤمنين، وأعددت طعام العشرة، أنت مسرف، أسرفت، تجاوزت الحد. ولكن المبذر ذلك الذي يدفع ماله في غير محله أصلا، كالمقامرين، هذا مبذر، هذا المال صرفه في مصرف أصلا ليس في محله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذه العبارة إخواني، هذا التهديد، هذه العقوبة لم ترد لمعصية من المعاصي، لم يقل إن شارب الخمر أو شراب الخمر كانوا إخوان الشياطين، لم يقل في الزنا، في الربا، في القتل، إلى آخره. المبذر أخو الشيطان. لما؟ ما المناسبة؟ هل فكرت في المناسبة؟ بين قوسين أعجبني أحد قراء القرآن الكريم، بعض القراء يتفنن في النغمات، في الصوت، ولكن بعض القراء يتأمل في كتاب الله عز وجل. أحد كبار القراء يقول: أنا عندما أقرأ القرآن أحاول أن أفهم القرآن أولا بنفسي، أنا عربي اللسان، أفهم
أتدبر في آيات العلاقة بين الشيطان وبين المبذر. لا أطيل في التساؤل، أعطيكم الجواب. هكذا أنا ما رأيت في الكتب، ولكن هكذا أفهم والله العالم، العلاقة بين المبذر وبين الشيطان، العلاقة بينهما كفران النعمة. أو تعلم على ما يقال أن الشيطان كان خطيب الملائكة؟ عبادة إبليس عبادة قل نظيرها، لهذا يقول الشاعر: لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أفضل خلق الله إبليس. إبليس له عبادة آلاف السنين راكعا ساجدا، حجبه بنفسه جره إلى الاستنكاف عن السجود لآدم. طبعا العبادة الإبليسية إن صح التعبير هذه العبادة من توفيقات الله عز وجل، لا شك أن إبليس كان موفقا لهذه العبادة الطويلة إلى أول خلقة آدم. إذن إبليس رب العالمين أذن له أن يكون عابدا، كان من كبار العباد، ولكن كفر بهذه النعمة عندما استنكف للسجود لآدم. ما أوقع إبليس في الخسارة الدائمة في العذاب الأليم؟ هذا الكفر بنعمة الله. المبذر أيضا كافر بنعمة الله عز وجل. وعني هذا المثال، كنوا معي قليلا، هذه الخبز التي تأكلها عندما ترميها في المزابل ماذا سيحصل؟ ما الذي جرى؟ اتفاقا بعض الناس عنده حساسية خاصة من الخبز. الخبز نعمة مباركة، ولهذا يقال إذا دعيت إلى مائدة وأحضر الخبز، نعم تقدم للمائدة، لا تنتظر شيئا، لا تحتقر الخبز، تقول الخبز جاء ولم يأتي اللحم مثلا. الخبز إذا جاء تمت المائدة، أجلس وكل من هذا الخبز إلى أن يأتي باقي الطعام. هذا أدب، تعلم هذا الأدب من هذا اليوم، إذا جاء الخبز لا ينتظر شيء. هذا الخبز عندما ترميه في مكان غير طاهر، في مكان قذر إلى آخره، هذا الخبز نتيجة أي شيء؟ أحد زرع هذه البذرة في التراب، كم انتظر فصل الربيع، كم صبر عليها إلى أن خرجت البذرة، أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهي، جاء وقت الحصاد، هذا الفلاح المسكين حصد القمح ثم طحنه في المطحنة ثم عجنه صار عجينا، وهذا الخباز في فصل الصيف كم تصبب عرقا إلى أن أخرجه من التنور خبزا حارا، وأنت تتلاعب بهذه النعمة. كم من الجهود، كم من التعب، كم من النصب، كم من الحرارة أصابت صاحبها وأنت تستهتر بهذه النعمة. هذا قصة الخبز، فكيف بقصة ما على المائدة من أنواع الطعام؟ إذن كلامنا في الإسراف والتبذير، ونكتفي بهذه الآية في هذا اليوم. المبذر كافر بنعمة الله عز وجل، مضيع لجهود إخوانه من بني البشر، هذا الزارع أخوك، هذا الخباز أخوك، رب العالمين وفقك أعطاك مالا لتشتري هذا الخبز، هكذا تستهتر بالنعمة. إذن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طبعا
الإسراف منهي عنه، كذلك لم يقتروا، البخيل أيضا مذموم إذا رأيت إنسانا بخيلا، هذا ليس في زمرة عباد الرحمن. البخيل على أهل بيته هذا مبغوض عند الله عز وجل، فكيف إذا كان بخيلا بمال الله؟ لو أن الإنسان قصر في حق زوجته، لم يأتي بالطعام الكافي إلى المنزل، هذا إنسان بخيل، فكيف إذا منع حق الله وحق رسوله؟ أعني خمس ماله، الإنسان الذي لا يخمس ماله ليست له سنة خمسية، من يسمع حديثي هذا؟ لو عملت بكل صفات عباد الرحمن، تبيت سجد، هذا ليس عبدا لله عز وجل، ليس هو ليس بعبد، متجاوز على حق الله، آكل لمال ذرية رسول الله، نصف الخمس سهم السادة الكرام، البخيل بدفع الخمس يجعل في جيبه حق فقراء ذرية رسول الله ويشتري به طعاما لذريته. تريد التوفيق؟ تريد ذرية صالحة ربيتهم عشرات السنين على سهم أيتام ذرية رسول الله، تركت أيتام السادة، مرضى السادة، أرامل السادة العلويات، هذا المال تعطيه لزوجتك؟ هذه أقل ما أقول عنها بأنه تجاوز عظيم. الذي لا يخمس ماله لا يتوقع الخير في حياته. ادفع مال الشريك، هذا رب العالمين ورسوله، شركاء في مالك في دار الدنيا، لو منعت الشريك حقه، نعم يقيم الدنيا ولا يقعدها، يذهب للمخافر، يذهب هنا وهناك، يقول هذا شريكي أكل حقي، لا يسكت عن حقه. رب العالمين أيضا لا يسكت عن حقه. في يوم من الأيام عندما تنصب الموازين، كم الخجل أمام رسول الله. إذا قال لك النبي الأعظم: لما أكلت مالي ومال ذريتي؟ إذا قال الله عز وجل: لما أكلت المال الذي جعلته بيدك؟ إذا قال لك صاحب الزمان: روحي فداه، لما أكلت سهمي؟ هذا سهم إمام زمانك. ثم تقول: اللهم عجل لوليك الفرج. إذا جاء الإمام وعجل الله فرجه، أول من يحاسبهم الذين منعوا خمس أموالهم، الإمام يكون خصيمهم يوم اللقاء. إذن إخواني، أكتفي بهذا المقدار، العتاب يكفي في هذا المقدار، من وصله حديثي هذا ليجعل حسابه ليعيد حساباته من جديد، لئلا يتورط بالمساءة. تعتق من النار في آخر نهار في كل يوم من أيام الشهر الكريم، هكذا روي في كتبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فك رقابنا من النار. اللهم فك رقابنا في هذه الساعة من النار. اللهم اجعلنا من الرقاب المعتقة من النار، رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما،
إنا ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. نعوذ بك من غضبك وسخطك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. يا خفي الألطاف، نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف. قبل أن ننادي ربنا 10 مرات 3 مرات آية الاضطرار: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآن الهج بذكر ربك 10 مرات: يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. عرفنا الإجابة فيما سألناك، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب